الكون المبكر، مكان مظلم وغامض، المكان اللي اتشكلت فيه النجوم الأولى والمجرات المبكرة، وحاجة تانية من أغرب وأعظم الأشياء في الكون، الثقوب السوداء. كشفت مجموعة من الأبحاث اللي صدرت مؤخراً إن الثقوب السوداء في الكون المبكر هي اللي نشأت في البداية حتى قبل المجرات المبكرة الساطعة، بل كانت اللبنة أو البذرة اللي شكلت هذه المجرات. طب إزاي ده حصل؟ وإزاي ساهمت الثقوب السوداء في الفجر الكوني في تشكيل الكون بشكله الحالي؟ وأيهما جاء أولاً، الثقوب السوداء أم المجرات المبكرة؟ اهلا بكم. خلال الاسابيع اللي فاتت كان في اكتشافات واعده وقويه جدا من بيانات تلسكوب جيمس ويب، تم نشر عدد منها في الاجتماع المهم للجمعيه الفلكيه الامريكيه في يناير الماضي، واللي اتكلمنا عنه في اكتر من حلقه هنا في الاسبوعين اللي فاتوا. لكن بحث جديد قلب الدنيا حرفيا ظهر يوم 8 فبراير الجاري، وهو احد الابحاث اللي هنتكلم عنها النهارده. جيمس ويب فعلا بيتحفنا من جديد باكتشاف غير متوقع بالمره عن الثقوب السوداء الفائقه والمجرات الساطعه في الكون المبكر. لكن قبل ما نبدأ حابب أشكر دعمكم لي خلال الفترة اللي فاتت وسؤالكم عليا في فترة مرضي، وربنا يشفي يا رب كل مريض. يلا بقى نبدأ باللايك الجميل اللي بيحفزنا على الاستمرار في رحلة شيقة وممتعة وجذابة إن شاء الله. سطوع مذهل للمجرات المبكرة. في السنتين اللي فاتوا ومن لحظة إطلاق تلسكوب جيمس ويب اتعلمنا حاجة مهمة، إن الكون المبكر والفجر الكوني أغرب مما كنا نتخيل. جيمس ويب أكبر تلسكوب تم إطلاقه، قادر على انه يسافر في الزمن اللي وراه، وبكده يقدر يوصل لنا اضواء من مليارات السنين واللي انطلقت في الفضاء بالضوء المرئي قبل ما تتحول بفضل التوسع الكوني لاطوال موجيه اطول في الاشعه تحت الحمراء، تخصص جيمس ويب. قدر العلماء انهم يستخدموا جيمس ويب علشان ينظروا في الفجر الكوني ويشوفوا ازاي المجرات والنجوم الاوليه اتشكلت، علشان يظهر لنا جيمس ويب ان المجرات دي مختلفه كتير عن اللي توقعه العلماء خلال السنين اللي فاتت، وإنها نشأت والثقوب السوداء اللي جواها في فترة قليلة جدا بعد لحظة الانفجار العظيم. المفروض المجرات القديمة دي ما تكونش موجودة بالشكل الساطع ده والثقوب السوداء هائلة الحجم دي، لأنها محتاجة زمن طويل لغاية ما تكبر، زمن يقدر بملايين بل عشرات الملايين من السنين. طبعا الاكتشافات الكبيرة لجيمس ويب في الفجر الكوني اتكلمنا عليها هنا في القناة في أكتر من فيديو، لكن النهاردة الاكتشافات دي لقينا ليها تفسيرات جديدة مبهرة في أكتر من ورقة بحثية خرجت خلال الأيام اللي فاتت، خاصة فيما يتعلق بالمجرات الغريبة اللي اكتشفها جيمس ويب في الكون المبكر. المجرات يا جماعة سطعة بشكل غير طبيعي، كانت محيرة العلماء معاها الفترة اللي فاتت دي، والسطوع بتاع المجرات دي كان أعلى من المتوقع، وده بيدينا إشارة إلى إن المجرات دي مليانة بالنجوم بأعداد كبيرة بشكل غير عادي، وإنها كمان بالإضافة لكده بتحتوي على ثقوب سوداء فائقة الكتلة وساطعة بشكل كبير. المفروض المجرات دي حجمها صغير في الكون المبكر اللي هو كان أصغر في الحجم من الكون الحالي. إزاي المجرات دي سطعة بالشكل ده؟ وإزاي معدل تكوين النجوم فيها سريع جدا بطريقة أذهلت العلماء؟ ولو كان ده صحيح فده هيغير نظرياتنا الحالية حوالين إزاي المجرات اتشكلت في الكون المبكر. العلماء السنين اللي فاتت كانوا فاكرين الدنيا تمام، وكتالوجاتنا في تكون وتشكل المجرات والنجوم والثقوب السوداء في الفضاء اكتملت، والتغيير اللي ممكن يحصل هيبقى في شوية تفاصيل كده تؤيد الفرضيات القائمة. لكن خلال العشر سنين اللي فاتت ومع أرصاد جديدة من التلسكوبات والمراصد بدأت تظهر حاجات غريبة غير متوقعة لخبطت الدنيا. جه كمان جيمس ويب من سنتين أكد الموضوع ده، بل وأظهر أرصاد أقوى بكتير قلبت الدنيا حرفيا. جيمس ويب أظهر إن المجرات والثقوب السوداء اللي كانت في بداية الكون أظهرها ضخمة جدا وفائقة الكتلة. هي إزاي قدرت في وقت قليل من لحظة الانفجار العظيم إنها تكون الكتل الضخمة دي والعدد الكبير ده من النجوم؟ المشكلة الأكبر اللي هنناقشها معاكم النهاردة كمان هي الثقوب السوداء الكبيرة دي في الكون المبكر، ونظرة جديدة هتتفاجئ بيها عزيزي المتابع لما تعرفها. كشف تلسكوب جيمس ويب إن الثقوب السوداء هائلة الحجم في الكون المبكر ضخمة جدا نسبة طبعا للمجرات الصغيرة اللي جواها، وده بيكسر المقاييس الكونية المتعارف عليها من زمن طويل جدا في علم الفلك. الأجسام دي بتخلي العلماء يقدروا يستكشفوا بداية الكون والفجر الكوني بشكل قوي جدا وغير متوقع. فعلا ما كانش مبالغة لما اتكلمت ناسا والمساهمين التانيين في تلسكوب جيمس ويب عن فتح نوافذ ضخمة لاستكشاف الكون المبكر. دلوقتي استخدمت دراسات جديدة نشرها الباحثين من جامعة هارفارد وأريزونا وكامبريدج ثلاث مساحات كبيرة عملها تلسكوب جيمس ويب خاصة بتحليل الثقوب السوداء الهائلة
في مراكز المجرات المبكرة، ولقيوا ان الثقوب دي تختلف كتير عن الثقوب السوداء اللي موجودة في الكون الحالي واللي بنشوفها في مجرتنا والمجرات المجاورة لينا. كيف تنشأ الثقوب السوداء في الكون؟ النظريات الحالية الاكثر قبولا حوالين التطور الكوني بتقول ان الثقوب السوداء بتنشأ في مرحلة متأخرة من عمر النجوم الضخمة الكبيرة بعد انهيار النجوم دي على شكل مستعرات عظمى وانفجارات كبيرة من السوبر نوفا، وان الثقوب السوداء في الكون المبكر نشأت في مرحلة لاحقة بعد تكون وتشكل النجوم واستنفاد الوقود بتاعها عبر ملايين السنين لغاية ما تتكون الثقوب دي بعد موت النجم. فعلشان كده بنصنف الثقوب السوداء ديت لثلاث تصنيفات: الثقوب السوداء النجمية اللي كتلتها ما بين 4 كتل شمسية لغاية ما نوصل ل100 كتلة شمسية، ودي اكيد نشأت من النجوم الضخمة لما بتنهار، عشان كده بنقول عليها ثقوب سوداء نجمية. بعدين عندنا الفئة التانية اللي كتلتها ما بين 100 إلى 100,000 كتلة شمسية، واللي بيعتقد العلماء انها نشأت من اندماج ثقوب صغيرة تانية مع بعض. اما الفئة التالتة هي الثقوب السوداء فائقة الحجم في قلب كل مجرة، واللي مش معروفة ازاي اتكونت الثقوب دي لغاية النهاردة. لكن ايه رأيك عزيزي المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفة ان في ثقوب سوداء فائقة الكتلة وضخمة جدا، كتلتها قد ملايين بل مليارات المرات قد كتلة الشمس؟ السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي: الثقوب صاحبة الكتل العملاقة دي، وإذا كانت هتتشكل كده زي ما بيقول الكتاب يعني من الألف للياء زي ما شرحنا، فالوقت اللي هتاخده علشان تجمع الكتل الضخمة دي وقت طويل جدا جدا، ويبقى لازم النجوم اللي نشأت منها الثقوب السوداء ديت قديمة جدا وضخمة جدا كمان. المشكلة بقى ان بحث جديد بيقول ان الثقوب السوداء البدائية دي ممكن تكون نشأت مع المجرات مش بعدها، يعني نشأت الثقوب دي من حاجة تانية غير النجوم. جت منين الثقوب السوداء فائقة الكتلة ديت في الزمن المبكر جدا في الكون؟ أيهما نشأ أولا، الثقوب السوداء أم المجرات المبكرة؟ الكون مليان بالمجرات واللي بتحتوي داخلها على ثقوب سوداء هائلة الحجم. السؤال اللي أصبح بيطرح نفسه دلوقتي ومن ساعة أرصاد جيمس ويب الأخيرة، مين اللي جه الأول، المجرات ولا الثقوب السوداء؟ طبيعي حضرتك تقول إن المجرات جت الأول بنجومها ومن نجومها الضخمة دي هتتحول بعد كده لثقوب سوداء، لكن الملاحظات اللي شافها جيمس ويب في الكون المبكر لقي ان الثقوب السوداء دي موجودة هناك جنبا الى جنب مع المجرات المبكرة. الرؤية الهرمية اللي عند العلماء فإن النجوم الأولية بتتشكل الأول وتتجمع في مجرات بدائية وبعدين بتنهار النجوم الضخمة منها وتكون ثقوب سوداء. يمكن الرؤية دي تكون محل شك دلوقتي، لأن باين كده من الأرصاد الجديدة إن الثقوب السوداء في الكون المبكر نمت وكبرت بسرعة أكبر بكتير من الوقت اللي بتاخده النجوم الضخمة علشان تعيش لها كم مليون سنة وتموت وتتحول لثقب أسود. بيقول جوزيف سيليك قائد الفريق البحثي وأستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة جونز هوبكنز في الدراسة الأولى اللي حسبها لك إن شاء الله في صندوق الوصف، بيقول سيليك إننا عارفين إن الثقوب السوداء الضخمة موجودة في مراكز المجرات القريبة من مجرتنا درب التبانة، لكن المفاجأة إننا نكتشف ثقوب سوداء هائلة الحجم في الكون المبكر وإنها نشأت فجأة كده وبشكل سريع. وصل سيليك وزمايله إلى نتيجة بتقول إن الثقوب السوداء والمجرات المبكرة نشأوا مع بعض في الكون القديم وأثروا على بعض في 100 مليون سنة الأولى من عمر الكون، ودي فترة زمنية مبكرة جدا، يعني لو قلنا إن عمر الكون مثلا كأنه سنة أرضية فالفترة دي بتعادل الأيام الأولى من شهر يناير في أول السنة. سيليك بيقول إن العلماء كانوا في البداية بيعتقدوا إن المجرات المبكرة نشأت لما انهارت سحابة غازية عملاقة وكونت النجوم، لكن المفاجأة الكبيرة إن في بذرة في منتصف السحابة دي، البذرة دي هي الثقب الأسود اللي هو نشأ الأول من انهيار السحابة دي، وتكربست المادة دي مباشرة وكونت لينا ثقب أسود على طول من غير ما تتحول لنجم وبعدين تموت وتبقى ثقب أسود. ثقب أسود نشأ فجأة كده من السحابة دي وكان عامل مهم جدا في تحويل باقي السحابة لنجوم جديدة كونت المجرات، وده السر إن العلماء كانوا بيشوفوا المجرات القديمة في أرصاد وصور تلسكوب جيمس ويب ساطعة ومشرقة بسبب وجود الثقوب السوداء الضخمة دي ومعدل سريع جدا في تكوين النجوم وفقا للتحليل اللي عمله الفريق البحثي. فمن الممكن ان الثقوب السوداء دي تكون نشأت وتعايشت مع مجرتها المضيفة في زمن مبكر، وانهم كمان يكونوا كمان حفزوا نمو المجرة، يعني السحابة الغازية العملاقة دي اتحول الجزء المركزي منها لثقب اسود وباقي اطراف السحابة دي
اتحولت لنجوم جديدة وليدة، لأن عملية تغذية الثقب الأسود بالغاز والغبار اللي في السحابة الكبيرة دي بتنتج رياح شديدة جدا ونفسات عالية الطاقة من البلازما السريعة جدا اللي بتمزق السحابة والفضاء المحيط وبتضغط الغاز اللي موجود، وبالتالي ده بيعمل موجة كبيرة من تشكل النجوم الجديدة وعامل تحفيز كبير لنمو المجرة. جيمس ويب رصد هياكل عملاقة جدا بعد أقل من 500 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم، بل وفي مجرات كانت على بعد 470 مليون سنة وتالتة كانت عند حاجز ال 400 مليون سنة. سيلك قال ان الثقب الاسود الاخير المكتشف بيعتقدوا ان ليه كتلة تقريبا 1.6 مليون كتلة شمسية. المفاجأة كمان اللي هتتفاجئ بيها عزيز المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفة، ان كتل الثقوب السوداء البدائية دي قد كتل المجرات المضيفة ليها. يعني على سبيل المثال كده علشان نفهم الحتة دي كويس، في المجرات القريبة مننا ومجرتنا كمان درب التبانة، الكتلة الإجمالية للنجوم في المجرة أكبر بكتير من كتلة الثقب الأسود الكبير اللي موجود في مركز المجرة تقريبا بحوالي 1000 مرة. لكن في المجرات البعيدة اللي رصدها جيمس ويب لقيوا إن كتلة النجوم المشكلة للمجرة ضعف كتلة ثقبها الأسود المركزي يجي 100 مرة بس، بل وفي مجرات كتلتها قد كتلة الثقب الأسود بتاعها 10 مرات، بس 10 مرات. بل والأكبر من ده، في مجرات كتلتها قد كتلة الثقب الأسود المركزي بتاعها بالضبط. الله، يعني الثقب الأسود كتلته قد كتلة مجرته المضيفة بالضبط. الدور الكبير للثقوب السوداء في تطور الكون. سيناريو تاني بيقترحه سيلك والفريق البحث اللي معاه، بيقول السيناريو ده ان النموذج المعتاد ان في بداية الكون نشأت مجرات قزمة، وممكن المجرات دي تكون ساهمت في عمل مصانع لإنتاج الثقوب السوداء الضخمة جدا والنهمة جدا في ابتلاع السحب والنجوم الجديدة اللي بتتغذى عليها، وكمان بتساهم في اندماج الثقوب السوداء الصغيرة اللي باندماجها عملت لينا موجات جاذبية قدرنا نرصدها خلال الفترة اللي فاتت، وبتندمج المجرات القزمة دي بسرعة وبتكبر كمان ثقوبها السوداء بمعدل سريع، والنتيجة النهائية اللي بنوصل لها هي تكون مجرات ضخمة بتحتوي في مركزها على ثقوب سوداء فائقة الكتلة. كمان سيلك بيقول ان الثقوب السوداء اللي بتتغذى على المادة بشكل نشط ممكن تزود المجرات بتاعتها بحاجة بنسميها في علم الفلك نوا المجرات النشطة الـ AGN، المناطق اللي بتبقى جوه المجرة وبتتفوق في سطوعها على كل نجوم المجرة. بيعتقد الفريق البحثي ان الثقوب السوداء دي وكأنها مسرعات للجسيمات الكونية، وده بالتالي بيوضح السطوع العالي ليها رغم انها بعيدة جدا عننا في الكون المبكر. سيلك بيقول اننا ما نقدرش نشوف الرياح دي او النفسات دي على المسافات البعيدة، لكننا بنستنتج انها لازم تكون موجودة بسبب رؤيتنا لاثار الثقوب السوداء الفائقة دي في الفجر الكوني، وبالتالي اصبح الثقب الاسود البدائي ده عامل مهم في تشكيل النجوم وتطور ونمو المجرات في الكون المبكر. افترض الفريق ان الكون المبكر مر بمرحلتين، المرحلة الاولى مرحلة تدفقات عالية السرعة من الثقوب السوداء بتسرع عمليات تكون النجوم من خلال العواصف المغناطيسية الشديدة اللي بتنتجها الثقوب السوداء، ومرحلة تانية لما بتتلاشى وتقف التدفقات دي. فابيو باكوتشي الاستاذ بمركز الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد، واللي قاد فريق بحث تاني ونشروا نتائجهم في اجتماع الجمعية الفلكية الامريكية رقم 243 في يناير اللي فات، وصلوا لنفس النتائج الخاصة بنسبة كتلة الثقب الاسود للمجرة المضيفة بعد ما درسوا عدد 21 مجرة نشأت في الفترة ما بين 700 مليون سنة الى 1.5 مليار سنة بعد الانفجار العظيم، ووصلوا الى دعم جديد لفرضية قديمة خاصة بموضوع البذر الثقيل اللي هي الثقوب السوداء اللي بتنشأ مباشرة من سحب ساديمية ضخمة. وفي ورقة بحثية تالتة بقيادة فريق قاده البروفيسور روبرتو مابولينو في جامعة كامبريدج في بريطانيا، درسوا المجرة الشابة وقتها، احد اقدم المجرات اللي تم اكتشافها خلال السنتين اللي فاتوا، المجرة GNZ11، لقيوا ان في توهج كبير حوالين القرص التراكمي للثقب الاسود في قلب المجرة دي، وان الثقب الاسود ده بيمتص المادة بشكل سريع جدا حتى بشكل اسرع من الثقوب السوداء فائقة الكتلة اللي جت في مرحلة لاحقة من التاريخ الكوني، بالرغم من ان المجرة دي اصغر 100 مرة من مجرتنا درب التبانة. ولقيوا حاجة غريبة جدا استنتجوها من البيانات، ان الثقب الاسود اللي في المجرة دي طبقا للبيانات حيبتلع مجرته بالكامل قبل ما تتطور المجرة، ولما بيستهلك الثقب الأسود كميات كبيرة من الغاز بيتم إنتاج رياح قوية جدا ممكن كمان توقف عملية تكوين النجوم، ومن خلال عملية ابتلاع المجرة حيموت الثقب الأسود لأنه بكده فقد مصدر تغذيته الرئيسي، وبالتالي في حلقة مفقودة في النص
وده بيطرح التساؤلات الضخمة في علم الكونيات. إزاي المجرات نشأت وتطورت جنبا إلى جنب مع البذور الثقيلة للثقوب السوداء البدائية؟ وهل الثقوب السوداء البدائية دي بتنشأ من انهيار السحب الكونية مباشرة ولا عن طريق الاندماج بين الثقوب السوداء الصغيرة وبعضها؟ وهل تراكمت الكتل النجمية داخل المجرة ولا كانت في حاجة ماسة لعمليات اندماج مع المجرات التانية؟ خاتمة: طبقا للي قلناه فبكده ممكن تكون الثقوب السوداء البدائية ساهمت في تسريع ولادة النجوم في الكون المبكر في أول 50 مليون سنة من عمر الكون، ودي نظرية جديدة تماما في علم الفلك بتجاوب على سؤال مهم جدا قذفه في وشنا تلسكوب جيمس ويب: ليه النجوم في الزمن المبكر بتتشكل بسرعة؟ وإن الكون القديم لا يعمل دون وجود هذه الثقوب السوداء ذات الفعالية العالية والتأثير الكبير على المجرات المبكرة. وده كمان بيقول لنا بالمناسبة يعني إن لو تم عمل فرضية جديدة أو نموذج جديد ولقينا إن البيانات اللي جاية من الرصد بتوافق النموذج ده، فدي علامة على قوة النظرية الجديدة دي، نظرية البذور الثقيلة للثقوب السوداء البدائية. ومن المفترض إن الملاحظات اللي جاية جديد من جيمس ويب هتساعد في دعم النظرية الجديدة وتحسين النموذج ده. والسؤال الأخير المهم: لو تم تعميم النتيجة دي اللي وصلنا لها، إذا كانت فعلا الثقوب السوداء نشأت قبل المجرات، فإيه قصة مجرتنا وإزاي اتطورت مع الثقب الأسود المركزي بتاعها اللي يعتبر مش كبير مقارنة بالثقوب اللي اتكلمنا عليها من شوية؟ إزاي العدد الضخم ده من النجوم جه مع ثقب أسود لا يمثل إلا 1 في 1000 من كتلة المجرة؟ كل دي ألغاز وأسئلة منتظرة حد ملهم كده يبحث فيها. ولغاية ما تظهر إجابة جديدة اتأكد إنك تشترك في القناة قبل ما تسيب الفيديو، وفعل زر الجرس علشان تتابع معانا التحديثات الجديدة. قناتكم إنفوسفير، القناة الأولى عربيا في متابعة أخبار علم الفلك والفيزياء الفلكية والأفكار والفلسفات اللي بتدور حواليهم. ياريت بقى ما تنساش الدعم باللايك الجميل اللي بيحفزنا، ولو حابب تدعم فريق القناة فزرار القلب موجود تحت، وحنقولك من كل قلبنا شكرا لحضرتك، وعلى وعد بلقاء جديد إن شاء الله في إنفوسفير. ولا في معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.